نصائح وفوائد أتى بها ديننا الواحد في رمضان شهر الغفران رمز وأجل يأتيان البرهان يقوم الإيمان وعدم النسيان. صباح الخير جدتي، نمت جيداً؟ الحمد لله، وأنت رمزي؟ الحمد لله. رمزي، لماذا لا تأكل؟ ما زلت مريضاً؟ لا، أنا بخير. في الحقيقة، بعد ما فعلته البارحة، قررت صيام اليوم. حقاً؟ الصيام سيكون فرصة لي لأكفر عن ذنبي. في حالتك، التكفير عن الذنب يكون بعدم تكراره يا صغيري. أنا صائم إن شاء الله. رمزي، أنا لن أصوم اليوم، هل يضايقك أن أكل أمامك؟ لا، أبداً، هنيئاً. فلا فلا صفر، ما بك رمزي؟ لا تبدو نشيطاً. لا، لا شيء، أنا بخير. هيا رمزي، سابقني. تعبت، أحس بالجوع. آدم، إلى المائدة. أنا قادم. رمزي، هل أنت جائع؟ لا 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 جدتي. رمزي، يمكنك أن تأكل، لا تكلف نفسك ما لا تستطيع القيام به. لا، أريد التكفير عن خطأي بالصوم. رمزي، إذا لم تصبر يمكنك صوم نصف اليوم فقط. لا، سأذهب لأعد واجباتي المدرسية، لا يجب أن أبقى هنا. هي رمزي، كيف حالك الآن؟ نعم نعم، أنا بخير الحمد لله. في الحقيقة أنا معجب بإصرارك وصبرك. اهدأ وحاول التركيز. لم أقصد، لم أعد أحتمل. كم الساعة الآن؟ اصبر، لم يبقى إلا القليل. مرحبا بالصغيرين. بابا، ماما، لقد صمت اليوم كله. أوه رائع، رمزي يصوم اليوم كله. عرفت من جدتك. رمزي، جميل أن تتدرب على الصيام في سنك هذه، لكن دعني أشرح لك شيئاً. اسمع بني، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. صدق الله العظيم. أعلم أنك تعبت في صيامك اليوم وكنت صبوراً، وهذا ما أحببناه فيك، لكن عدني ألا تكلف نفسك بعد اليوم، ولا تترك إحساسك بالذنب يحملك ما لا تقدر عليه. اتفقنا بابا.